بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع المختبر أب 4، حيكون موضوعنا الكيبات انترفيسنج مع البيك مايكرو كنترولر 16F877A. الهدف المحاضرة هذه أو المختبر هذا أنه نتعرف على الانترفيسنج أو كيف نشبك الكيبات مع البيك كنترولر، تمام، وكيف نستخدم هذا الكلام بإظهار نتائج تفاعلنا عن طريق الكيباد مع المايكرو كنترولر على ايش، على الكريستال ليكويد كريستال ديسبلاي LCD، وبنعمل انترفيسنج للاثنين مع بعض. فبالحاله هذه ايش حنعمل يعني بالضبط؟ حنعمل انبوت واوتبوت، مش حننتظر بس المايكرو كنترولر يطلع لنا نتائج على الشاشه او على السيفن سيجمنتس او على الليد اللي براعش، لا، المره هذه احنا حندخل له كمان ايش معلومات، حندخله بيانات طريق البريسكي، يدعس واحد يطلع واحد، يدعس خمسة يطلع خمسة على الشاشة. والفكرة ممكن تطويرها لاحقا في إطار مشاريعكم إن شاء الله لشيء أكثر من هيك، طبعا في التحكم في شغلة، يضوي ضوء، يطفي ضوء، يتحكم في موتور ستيب موتور أو سيرفو موتور. المشروع اللي حتعملوه إن شاء الله بدل الامتحان العملي، لأنه العمل عليه 30 درجة بالمناسبة، وبالتالي بدنا مشروع كويس، وبالتالي يعني المفروض تتفاعلوا وتفهموا المواضيع هذه كويسة، وإن شاء الله تكون المختبرات فاتتكم وتاخذوا معلومات أساسية عشان تبنوا عليها مشاريعكم مستقبلا، تمام. طبعا في إطار المادة العملي، المادة العملي اللي حنعملها إن شاء الله في إطار هذه المساق. طبعا هنتعرف كمان على ايش، على الاي او زي ما حكينا قبل شوي، الانتر ايش انبوت اوت بوت بورتس للايش للبيك كنترولر، عشان كل مره احنا نتعرف عليهم بزياده. المره هذه كيف ندخل، مش بس ايش نعمل اوت بوت، تمام. الكومبوننتس اللي حنستخدمها هي طبعا زي العاده البيك 16F877A، وحنستخدم 16x2 LCD، وحنستخدم الكيباد من النوع الاول اللي هو 4x3 زي ما شايفين، يعني 3 و4، يعني عندنا ايش 4 اسطر وثلاث أعمدة، هي ثلاث يعني 4 روز وإيش وكولومز، عندنا ثلاثة إيش كولومز. في نوع ثاني من الكيبادز بيكون 4x4، مش هنستخدمه هان بس بنستخدمه مستقبلا في مشاريعكم حسب الاحتياج المطلوب في المشروع اللي هتعملوه. كيباد is commonly used كإنبوت ديفايس، كإيش كإنبوت ديفايس، يعني بيستخدموه كإنبوت ديفايس، يعني هتم استخدامه كوسيلة إيش ادخال للايش للمعالج. وبتكم بتقسمه، فعنا مور ذان 8 كيز ار نيسيسري، يعني اذا بدنا اكثر من 8 مفاتيح مطلوبات بنستخدم الكيباد. طبعا في اشياء بديله عن لما اقل من هيك بنستخدم شيء ثاني بدل الكيباد، اللي هم تريديوسز نمبر اوف كونكشنز، لما بتخفض عدد الكونكشنز المطلوبه عشان نتواصل مع المعالج. The key in the form of the matrix which means the key each key could be referred to ايش be a row and column did ايش indicate in the indices، يعني بمعنى ان الكولوم والرو بيتقاطعوا بأشروا على الكي. فمثلا عند الواحد لما يتقاطع الكولوم والرو في الواحد بيطلع رقم واحد، عند التسعة مثلا لما يتقاطع الرو الرابع مع الكولوم الثالث بيطلع ايش في منطقة معينة، عند بيطلع تسعة مثلا، وهكذا. ثلاثة بتقاطع في منطقة معينة الكوب بيطلع ثلاثة، وفي تحت طبعا في الإشارات الخاصة الصفر طبعا والسلم والنجمة، هذا عبارة عن ايش كيبات تبع تلفون عادي بسيط، يعني بدون ما استخدم فيها شيء إضافات أخرى، تمام. ميجي عندنا بعدين نتعرف كيف بيشتغل بالضبط. زي ما شايفين عندنا وين لما نكون عندنا دائما العملية طبعا في حالة 12 كي ماتريكس اللي هو 3x4 هيستخدموا، احنا نتكلم عنه هالجيت الكيباد هذا واحد، يعني 12 كي ار ارينج ان 3 كولومز، يعني ايش ثلاث اعمده وايش 4 روز، شايفين كيف 3 كولومز اند 4 روز، هيها 3 كولومز اند 4 ايش روز، يعني عندنا 0 1 2 ثلاث اعمده واربع اسطر. Each column and row is connected via separated wire as shown in figure. كل واحد يكون مربوط في باي. وكمان لما نشوف كمان شو الصورة كيف هنعمل على البروتاس، هنلاقيه مشبوكة كل كولوم وكل رو مشبوك ببن خاص على المايكرو كنترول، تمام. لا ولم طب تمام. فلما نعمل بوشنج للكي
بنعمل كونكتنج للكل ومرو مع بعض، وين بصير في التقاطع بيطلع اشاره انه هذا الكيبل كي الكي ايش انضغط، بيطلع عندنا عليه رقم واحد، فبالتالي في مقابله يكون مشفر هيكس ديسيمال كود، بنعمل انتربريتيشن هيكس ديسيمال كود بيطلع الرقم المناسب. تمام، فبوشنج كي ميرلي كونكت كورسبوندنج رو تو كورسبوندنج ايش كولوم، فالبوشنج بيعمل كونكتنج للرو والكولوم مع بعض في المكان المناسب، بيطلع الرقم مقابل هاله هو 4 5 او الرمز او ما الى ذلك. وي كونكت ذا كولوم 3 اوتبوت بينز تو ذا بيك اند روز اوف تو ذا اذر ايش 4 يعني حنشبك ان ايش الاوتبوت تبعت الروز والاربع والاوتبوت تبعت الانبوتس كل وحده لايش اذر 4 انبوتس، يعني كل وحده جسمه. تمام، فهكون في عنا عملية ايش تدخل، المقصود هم بالضبط انه عنا 3 outputs لمين؟ 3 output pins، شايفين لاحظتوا 3 output pins لمين؟ للكولومز، الكولومز اللي تحت output، هذول بدخلوا على المعالج، وعنا هذا هو مصمم هيك لما يشبكها على المعالج حتى الحال حيفهمها هو، لانه في هاردوير ديفايسز مشمولة وخالصة مبرمجة المايكرو سي انه يتعرف عليها اوتوماتيك كيف يبرمج المعالج لحاله، مش هنعمل احنا في الحاله هذه نعمل تريس بيو تريس بيو تريس تريس صفر تريس واحد عشان نعمل انبوت اوتبوت، تعرف عليه لحاله بغض النظر، بس حنشبك دائما الكولوم حيعتبره دائما ايش كاوتبوت، يعني هم حيدخلوا على ايش على المعالج، والاذرز اللي هو الفور انبوتس اللي هو البنز هذول الروز بيكون ايش والروز تو اذر فور ايش انبوت بصيروا هم ايش انبوت، فبصيروا هم يعني عاملين وصلهم الاشاره من السيجنال انه بدنا اكتف، ولما يصير الاكتف في احد الكولومز هان هو بصير اكتف ما اكتف بيطلع لنا الاشاره انه هان صار في كبسه على الزر. تمام، فور ايتش كولوم وي اوتبوت لوجيك 1 هولدنج اذر كولومز تو زيرو، يعني في الكولومز هذول بيكون واحد فيهم دائما واحد طبعا بشكل روتيشن بصير بلف بسرعه زي لوب، فبتم كيف بيكون واحد والبقيه بيكونوا اصفار. تمام، وبيعمل سكاننج للروز، اذا واحد من الروز ورانا ايش ورانا ايش هاي واحد فبصير في تقاطع، مثلا زي هنا الحاله هذه مثلا بيعمل روتيشن في الحاله الكولوم واحد هو عمليا هو بعطينا هاي واحد، وفي اللحظه من اللحظات هذه ايش اعطى الرو 1 هذه كبسه ان هو برضه عالي، فوين يتقاطعوا ناخذ الرقم. تمام، بعد شوي هذا بروح عليه بعدي بمسح بشكل بعمل سكاننج بشوف بسرعه رهيبه، فانه اسرع من الواحد يكسر كبسه ويرفعها بكون مسح 20 مره هو الكيبات كلها المعالج، فبيعرف وين صارت الكبسه انضغطت بالضبط وبيعطي انه ها صار في ضغطه اثناء السكاننج، فبيطلع عندنا رقم انضغط هو مقابله 5 7 9 او ما الى ذلك. البوم ذا بيك شود كيب ريبيتنج ذيس بروسيس افري تايم، ده بعمل عمليه اعاده عشان ايش يعمل ديتكتنج لمين لاي كي تم ايش عمليه بريسنج له او تم الضغط على اي كي او اي مفتاح تم ايش ضغطه. تمام، هاي العمليه فروم اوتبوت بورد، هاي بيرجع الكولومز وعندنا هان ايش تو انبوت بيطلع منها على جسمه بيطلع منها على ايش على المعالج، وهذا بضله ايش رايح جاي السطر على الكولومز تحت اسطر رايح فيهم جاي في نفس اللحظة وبستنى يصير في أي ضغطة في أي مكان، وين بصير بنضغط من البورد نفسه بصير تقاطع بياخذ الرقم إنه هو عندنا واحد، زي ما صار عندنا في الحالة هذه الضغطة مباشرة أخذ عندنا الواحد مع الواحد صار عندنا واحد أوتوماتيك. تمام، هذا عمل بين السكاننج لسه في الحالة الأولى، الحالة هذه شايفين كيف؟ صار ضغط على الواحد مع الواحد هاي طلع عندنا تو أوتبوت بورد أعطانا إنه هذا في الرقم في الحالة هذه تم التقاطع عند رقم 5 مثلا، فبيعطي تو أوتبوت بورد إنه في عندنا واحد، هيك بيشتغل الكيباد مبدئيا. تمام، اللاب اكسرسايز تبعنا اللي هو هنا السيركت هذه مرسوم وجاهز عملتها امبارح في على البروتاس، وبتكون زي ما عارفين من الشكل المعتاد، عند البيك كنترولر في عندنا هون الاوستريتر مع الكباسيتورز الاثنين ومقرضين هنا، وخلنا شبكنا ال سي دي زي المره اللي فاتت عشان نظهر عليها النتائج تبعتنا، نفس الشبكه الكود المره هاي طويل فانا كتبته خلصت جهزته من اول عشان ما يصيرش في عمليه ايش انه نقعد ساعتين نسجل الفيديو، بس بغض النظر هاي الايش ال سي دي جاهز ومشبوك عفوا، وحكينا كيف نشوف كل مره فتح نمر على الموضوع كمان مره بسرعه، وعندنا هاي الكيباد البسيط اللي هو تبع التليفون مش ال 4 في 4 وانما ايش ال 3 في 4 اللي هو 12 ايش 12 كي في قلبه. تمام، وهي الروز مشبكين على الانبوت وهي الايش الاوتبوت عفوا والانبوت رايح على الروز زي ما حكينا قبل شويه، ها تو انبوت هيها ان ايش الروز راحت على الانبوت والكولومز هم جات من الانبوت. تمام، هذا ده بيعمل سكان المعالج عليهم بمر عليهم واحد ورا الثاني، في
لحظة بس فيها ضغط بطلع عن انبوت انه هان والله صار في عندنا تقاطع معهم. تمام؟ اوكي. The results of the simulating code in Protoss is shown above in the figure. هاي النتائج اللي اسمه اللي هي this code ايش ماله؟ This code is written such a way that we when you press the key زي ما حكينا شوي هذا شرح لك حكيته. Then the value of the key is displayed in the يعني لما تضغط على التقاطع بيطلع الرقم عنا على الشاشة. تمام؟ For example in the above figure LCD screen is displaying ايش رقم 0 مثلا، وهذا يعني انه دعسنا على الزيرو في الحاله هذه في رقم 0 مبين. تمام؟ Because this picture was taken when after pressing number 0 of على الكيباد. In the above circuit نشبك طبعا زي ما شايفين في طبعا ممكن نشبكوا على السي والدي وير، واهم شيء نراعي يكون الكونكتنج مظبوط ونراعي ايش ترتيب البنز مظبوط. في الدائره اللي فوق زي ما شايفين شبكنا ايش؟ شبكنا ال LCD على ال RB من 2 لعند 7. تمام؟ المرة اللي فاتت شبكناه على الدي مظبوط ولا على السي بتذكر، المهم شبكنا المرة هذه على ايش؟ على البي وهو كله سيان، أهم شيء يكون ضاعي إنه شبكنا البورتات مظبوط. فـ RB 2 لـ 3 وبعدين 4 لـ 7 هي عشان نستخدم ايش؟ ال LCD Interfacing، LCD ايش؟ Interfacing LB Controller. تمام؟ هي اللي هي RB كذا كذا. اوكي. LCD is used here just to show the best value. 7 pins of board C are used to interface the keypad. عندنا 7 pins اللي البنز تاعت الكيباد استخدمناهم ايش؟ من اجل نشبك الكيباد على المايكرو كنترولر. تمام؟ 3 pins are used attached to column، ثلاثة عشان الكولومز، وأربعة عشان ايش؟ عشان الروز. Scanning algorithm code is used to check for I pressed key. تمام؟ هاي عنا بعدين يجي هان على المايكرو سي كود اللي هو هنا مكتوب هنا الكود زي ما احنا شايفينه، نمر عليه بسرعة زي ما احنا عارفين. هاي كيباد انترفيسنج وذ بيك كنترولر كذا. بعدين هنستخدم بعض المتغيرات، هنستخدم unsigned short اللي هو عبارة عن انتجر من نوع قصير، اللي هو عنا الكي بي، الكي بي من ايش؟ كاونت كي من كيباد، والسي ان تي الكاونتر يعني عداد، هذا حنفهم ليش بعدين. وولد ستيت هذا قد نستخدم وولد ستيت لو بنطور البرنامج اكثر عشان يعمل عمليه انه يعمل تسلسل احرف وارقام ورا بعض، بس قد لا يلزمنا في المشروع هذا هالجيت، بس يمكن نستخدمه في مشاريع ثانيه، بس هذا يمكن الولد ستيت مش حيلزم يعني. الكيباد موديول كونكشنز كيف حيبقى؟ كاركتر كيباد شورت بسوي ايش؟ ات بورت سي. تمام؟ احنا طبعا الكيباد شبكناه على البورد سي مظبوط. اوكي، فهان ايش عملنا هذه؟ هذا بيعملها بالضبط شو؟ هذا بيعمل يا جماعه الخير اللي بيعملوا هذا هنا انه بنعرف الكيباد بورد وين حينشبك، فلما هان كاركتر كيبورد ات بورد بي، هان بورد سي طبعا المفروض يكون مش بورد سي. كل واحد مره بغير. اوكي، فالبورد سي احنا عرفنا عرفنا المعالج انه حيستقبل الكيباد من وين؟ على البورت سي. تمام؟ بس وهذا المطلوب، غير ان ال سي دي شبكه اصعب شويه او بده مجهود او كود اطول من ايش؟ من الكيباد. الكيباد بس بنكتب كاركتر كيباد بورت ات بورت سي. تمام؟ فهي جزئيه موضوع اسهل. تمام؟ على اي حال فعندنا هذا ال سي دي موديول كونكشن بيجي بعديها طبعا، هذا كيباد موديول كونكشنز وهان اند كيباد موديول كونكشنز، لكن ال سي دي موديول كونكشنز اطول شوي. فعندنا ال سي دي بن اوت سيتنجز زي ما حكينا ست بت ال سي دي ار اس ات ار بي 2 ار بي 3 ار بي 4 5 6 7، ونفس الموضوع هان ال سي دي ار اس دايركشن ات تريس بي 2 تريس بي 3 4 لعند 7. تمام؟ وهيك بنكون عملنا الاند موديول كونكشن تبع ال سي دي. تمام؟ وهذا ايش حكينا عنه اللاب الثالث، وبالتالي مش هعيده بالتفصيل، بس لازم نعمل كمان نشبك ال سي دي زي ما عملنا المره اللي فاتت. اوكي، بنيجي على الفويد مين، عندنا هون نعمل كاونتر، اللي هو الكاونتر عندنا ايش القيمه تبعته؟ بدي من الصفر انشاليزيشن عند الصفر بدي اعد من الكاونتر تبعنا، وبعدين تريس بي بيساوي 0 اكس، يعني عرفنا الان البي بورت انه ايش؟ انه ايش؟ على 00 ايش صار يعني البورت بي؟ يعني صار اوت بوت. تمام؟ صار اوت بوت لانه شبكنا احنا هان على البي الديسبلاي. تمام؟ اوكي، بعدين بيجي هان
على كيباد انشاليزيشن، هذا نوع الانشاليزيشن لميل الكيباد بنز، وبعدين ال سي دي انشاليزيشن، هذا ال سي دي انشاليزيشن ال سي دي، كله بنعمل. بعدين لما عملنا انشاليزيشن ال سي دي هنعمل ايش؟ نمحي او نفضي ايش ال، لازم بالاول ننظف الايش ال سي دي عليها شيء قديم. فهمت؟ ال سي دي كوماند سي ام دي افتح جوز اندرسكور ال سي دي كلير، نعمل كلير ال سي دي عشان يكون لو كان في شيء قديم ينمحى، كل ما نعمل كولينج للفانكشن. تمام. وبعدين بيجي عندنا هنا ال سي دي اوت، هاي الكورزر افتط في الكورزر زي عشان ما نروح نلمع فوق لما عندنا، وهون ال سي دي اوت اللي هي طبعا اندرسكور ال سي دي اندرسكور كوز اندرسكور اوف. بعدين كيباد انترفيس ال سي دي اوت 1-1 كيباد انترفيس اللي هي هذه عباره عن شو اسمه، انه هان يطلع رساله عندنا على الشاشه قلنا الكيب ايش رايت على الكيب على الديسبلاي. كيباد انترفيس عباره هذا عباره عن مدخل او انترفيس للكيباد، وهذا في الاول كيباد. بعدين بعد شويه بستنى حوالي ايش مثلا 1000 سكند اللي هي عباره 1 سكند دري 1000 ملي سكند يعني 1 سكند، يعمل ديلي وبعدين يكتب عليها ال سي دي سي ام دي ال سي دي كلير، يمحي الشاشه ايش مكتوب عليها كمان، ينظف الشاشه ويكتب بعدين بعد 500 ملي سكند يعني نص سكند ايش ال سي دي اوت، يكتب النهان عليها ايش بريس اكي، اضغط اي ايش اي مفتاح، اضغط اي مفتاح على ال، اضغط اي مفتاح على الـ على الكيباد عشان ايش يكون امر المستخدم يعرف ايش بده يعمل. تمام. ويستنى 500 ملي سكند يعني حوالي نص ثانيه ويمحي ايش اللي هي بريس اكي. تمام. ممكن نقول له استنى 1000 ملي سكند، استنى 10000 ملي سكند، بغض النظر هو غير ما تحط له هذا حيستنى شويه وحيعمل كلير للجمله اللي كتبها اللي هي بريس اكي، اضغط على اي مفتاح عشان ايش يفهم المستخدم ايش لازم يعمل الجي. تمام. بيجي بعدين على دو وايل لوب، زي ما هنا قلنا دو وايل. تمام. لوب الدو وايل لوب بتعمل هاند ريست لمين؟ للكي فاريبل عند الصفر الكي باد. بعدين ويت فور كي تو بي بريست، حيستنى طول الوقت لحد ما يصير بريسنج لمين؟ للكي باد. هذا اللي بعديه. كيف حيستنى لما يصير حد يضغط على الكي باد اي شيء؟ بقول لك دو كي باد اندرسكور كي كليك، هذا عباره عن فانكشن مشروح تحت ومشروع في الهلب تبع الماكرو سي. تمام. ماكرو سي برو كمان شو فخر التسجيل حواليك وكيف تخش على الهلب تبع الاشياء هذه وتلاحظوه. كمان تتذكروا ان نزلت ملزمه كامله على على الـ على الموديل فيما يتعلق في برمجه الماكرو سي، فبالتالي يعني اللي بده هيلب بزياده مساعده بالعربي بالانجليزي بلاقي النت مليان، مش حنقدر في المحاضره هذه نشمل كل الماكرو سي بتفاصيلها، بس الاصل انه يكون واحد عنده القدره انه يتعلم من حاله، يعني يخش على الهيلب ويخش على المساعدات والملازم والنت ويطلع معلومات زياده. تمام. فعندنا هذا الكيباد مثلا هو عباره عن فانكشن كيباد كي كليك بيساوي الكي بي كمتغير. حنستخدم عندنا كاركترز بنختم تشار، بس احنا احنا نسوي شورت انتجر. ليش؟ لانه احنا عندنا اخذنا الشورت لانه احنا حنحط 1-9 بس 0-9 عفوا او زائد ناقص كذا، فهو عباره عن امور بسيطه بدهاش اسمه. تمام. فطالما هان وايل نو كيباد فيش شيء كيباد مدعوس، حيضل يعمل عمليه ريبيتنج سويتشنج ودور سويتش كي بي، اذا كان الكي بي بيساوي 49 اذا بيطلع لنا ايش على الشاشه، اذا الكي بي بيساوي بريك وايش وخلاص يطلع ينقع اللي بعديها. والحاله هذه الاربع تسعة هيكس ديسيمال حيفسرها في المعالج جاي عند اي تقاطع اي روم اي كولوم، وبالتالي حيطلع عندنا رقم واحد على الشاشه. الكي الكيس 2 اللي هي الكي بي بيساوي 50 يعني 0.5 بالهيكس ديسيمال يعمل بريك ويطلع عندنا رقم 2 على الشاشه، وعد على ذلك الى عند ما يصل لحتى عند الرموز اللي هم الستار والصفر والايش والدي او الايش واللي هو ايش ال شو اسمه النجمه والصفر والسلم. وهان كمان لازم نعمل كنترول سي، وهذا نقول له ايش هان لانه برضه هان الدي مالها commented since fourth column is absent، يعني هنا اخذنا
الكيبات تبع 4 في 3 4 في 3 بيطلع 12، في كيبات 4 في 4 16، فبالتالي احنا عندنا في ايش الان شيء مش مستخدم، السطر هذا والسطر هذا والسطر هذا مش مستخدم، فبنعمل له احنا ايش كومنتنج اوت، يعني ما بنستخدموش. تمام اوكي، تبع الديليت وما غيره، فبيطلع في الاخر انا بس اخلص ال سي دي شاركتر 1 2 اند مين والكي بي، فبطلع شاركتر طلع على الكي بي دعسناها اثناء من السويتش، هذا الكي بي بناخده بصير عندنا ال سي دي شاركتر بيطلع عنا على الشاشه في السطر الاول والكولوم الثاني، فبرس ايش برنت كي اسكي كود، بصير عندنا برنت كي اسكي كود فاليو ال سي دي، طلع عندنا الفاليو تبع الاسكي كود اللي طلعناها، طلع عندنا محل الايش بطلعه على الشاشه الفاليو تبع الكي بي اللي اخذناه عند اي مرحله 4 2 طلع الاسكي، ترجم الاسكي تبعه بيطلع المقابل تبعه زي ما حكينا 13 12 1 0 رمز من الرموز، لا طول هذا عند ايش the while one، هذا main function، the main function هذا ماله هو بفسر لنا عشان عملناها قبل شويه، نعمل انتر عشان ينزل كله مع بعض، هذا بس تفسير الكود نسبي قصير. فعندنا الكيباد انشلايزيشن كيباد انت وال سي دي انشلايزيشن سي دي انشلايزيشن فانكشن، وعندنا الكيباد كليك هذا بيعمل في عندنا نوعين كيباد كليك وفي كليب بريس، احنا استخدمنا الكليك، فان بيعمل وين فانكشن از كولد ات ويتس انتل سم كي از بريس، زي ما في اللي هو عملناها هذول يستنى لحد ما يعمل ايش اي حد يدخل الكبسه فياخذ القيمه تبعتها، وين ريليز ات ريتينز نمبر كورسبوندينج 1 تو 16 حسب اذا 4 يكون 16 واذا كان 12 حيكون لان 1 12، بس هم كاتبين 16 يعني يعتبر انه 4 في 4 الكيباد اللي استخدمناه. اف نو كي از بريست ات ريتينز 0 بستنى زي ما هو طبعا هيكس ديسمال 0 يعني صفر، ما مش صفر اللي بيطلع على الشاشه، صفر هيكس ديسمال حيرجع عشان يضل واقف مطرحه، تمام زي ما عملنا في الووب اللي هي هان وايل وايل نو كي بي بيطلع يعني ما فيش شيء عندنا. تمام المهم فبيجي عندنا اللي تبع حكينا عنه قبل شويه بالضبط كيف يعمل، وهنا كيباد مايكرو سي فور بيك لابري، وعندنا ايش المهم هذا حكينا عنه في مور ذان 1 كي از بريست فانكشن ويت انتل ذا بريست كي از ريليز، يعني لما يدعس واحد مرتين مع بعض حيستنى واحد حيستنى لحد واحد من اثنين ايش؟ يعني واحد دعس على كبستين اثنين واربعه مع بعض مثلا، فحيستنى لما واحد ايش؟ واحد منهم ارتفع عنه الكيباد وحد حيشوف كيف حيقارن يعني مين قبل ارتفع عنه ومين بعد، وبالتالي حيطلع الارقام بطريقه هذه، يعني حيعمل عمليه ايش؟ مقارنة أو يستنى المرحلة الجاية يعتبرها إدخال خاطئ أو ما إلى ذلك، هذا كله بيعمل لحاله الكيباد كليك. تمام بورت needed to be installed before calling this function again bad keypad micro c for big library. تمام keypad initialization طبعا حكينا عنها initializes the board working keypad هيها زي ما حكيناها جاي معها، وبعدين character اللي هي كيباد بورت ات بورت بي اللي هي تشار ناخذ الايش من البورت بي مثلا، بس احنا عندنا اظن كان البورت سي حنستخدمناه، وبعدين كيباد ايش انشلايزيشن. تمام البريس ريدز كي فروم كيباد وين كيز بريست ات ريتينز كود بريست اوف بريست كي اف نو كيز بريست ات ريتينز زيرو زي كليك فور ذس بورت نيدز تو بي انشلايزد for working with keypad library for example character key اللي هو استخدام اخر، طبعا هاي البريس وهاي ايش الفانكشن، الكليك استخدامه ربما يكون اكثر مرونه لانه بتعريف زياده للكيباد بريس، وكل واحد له مميزاته. بالنهايه المطلوب منا نفهم ايش بدنا عشان لما نعمل البرنامج بالطريقه المناسبه والصحيحه تبعتنا 100%. بدنا تمام هيك قال لنا الصفحة عشان مش لازم نطول بزيادة. اوكي هذا بالنسبة للشرح العام، أنا بالنسبة لي زي ما أنتم ملاحظين أنا كنت عامل من أول الكيباد، حفتح البروجكت زي ما هو جاهز أو بعملها يا فايل أوبن بروجكت يا بلاقيها أصلا ريسنت بروجكت بلاقيها موجود آخر شيء، فبفتحه من هاي عدل.
زي ما شايفين هاي الرسمه تبعتهم واضحه، هي نفس عملتها بريد ستير نزلتها على اللاب. زي ما شايفين عندنا تشبيك كيف جاي، ال سي دي شبكناه هنا على البي بورتس، وعن على السيك شبكنا ايش؟ شبكنا الكيباد. اخذنا 15 16 17 للروز، والكولومز حطناهم ايش؟ من 23 24 25 26 اللي هم عباره عن الايش؟ البورت سي بيكونوا كانوا عندنا اللي هو 4 5 6 7 سي، والواحد 2 3 شبكناهم بالسي على ايش؟ على الـ على الـ الروز تبعات ايش؟ تبعات الكيباد. تمام. بالنسبه لادخاله عشان يمكن برضه يكون في حد مش عارف او ناسي كيف يدخل القطع هذه، هان كمان مره لما بده يدور على الكيباد بروح بعمل هان زي ما قلنا بورت، او بعمل ايش زي ما قلنا فروم لايبرري. تمام. فبيعملها على البي وبكتب هان مثلا ايش كي باد. تمام. بيطلع عندنا خيارات للكيباد، الكيباد فون اللي تو استخدمناه، وفي عندنا كيباد كالكوليتر زي هذا حسب استخدامنا. طبعا ممكن نستخدم عندنا كيباد كالكوليتر لما نستخدم موتور او اله حاسبه او ندخل شيء ثاني. وعندنا الكيباد الاربع في اربعة لو 16 زي هذا، كل واحد واستخداماته. وفي كمان شويه في على المايكرو سي حوريكم كيف الواحد يعمل اللايبرري هذه 100% ومجهز الشغل. طيب هذا بالنسبه للكيباد. طيب ال سي دي كيف ندخلها؟ عادي بنكتب هان ال سي دي فراغ 16 ضرب 2 بيطلع لنا ايش؟ شو اسمه؟ 16 ضرب 2 بيطلع لنا اكثر من خيار، مثلا بيطلع خيار هذا واخذناه سوري بيطلع 16 بيطلع الخيار بتقل لما 16 ضرب 2 اوكي 16 ضرب 2 بيطلع لنا خيارين افضل، هاي الخيار الاول وهاي الخيار الثاني، هذا بدنا شيء اللي هو الفا نومريك ميلفورد بدنا الثاني هذا، بناخذه ونقول اوكي بيطلع لنا في الخيارات على القائمه الجمنة. تمام عشان يكون اللي لسه مش عارف يعمل ايش كيف اطلعهم او نسي. تمام. طبعا الجراوند ما الجراوند والامور هذه كلها حكيناها في المحاضره السابقه مش هعيدها كل مره، والاسكليتر كيف اجيب المعالج بحطه تقييم تبعه على 16 ميجا هرتز واظبطه ما فيش. تمام. نيجي على ايش البرنامج تبعنا اللي هو عباره عن ايش؟ مايكرو سي بروجرام. هننبرك فيه من فوق، هاي كيباد شايفين هاي حتى الاولد ستيت مش شلتها مش لازمه. عندنا هاي الكيباد انترفيس وذ بيك كنترولر 16 اف كذا، نفس الكود اللي عملناه قبل شويه. عملنا هان تعريف لمين؟ كيباد موديول كونكشن شبكناه عرفناه بالهان بالجمله هذه، كيباد موديول كونكشن. بعدين ال سي دي موديول كونكشن عرفنا ال سي دي 6 بت كذا كله على الار بي 2 3 4 5 6 7، وبعدين هان ار بي دي 3 بي 2 3 على الاوت بوت على ال سي دي على البي 2 3 4 كمان عرفناه. طبعا حسب التعريف تبع المعروف كيف بنعرف ال سي دي زي ما حكينا المحاضره الماضيه، وخشينا على الفويد مين نفس القصه، ريست كاونتر على الصفر، تريس بي اللي هو من البي بورد اوت بوت بورد على ال سي دي، وكي باد انشاليزيشن شبهان، بعدين ال سي دي انشاليزيشن عملنا انشاليزيشن ال سي دي، بعدين كلير كورزر اوف كي باد انترفيس اكتب على الشاشه، بعدين استنى واحد ثانيه 1 سكند، بعدين يعمل كلير للشاشه واكتب بعدين ايش؟ بعد 500 ثانية بريس اكي اضغط اي مفتاح. تمام. وبعدين يستنى نص ثانية. تمام. نص ثانية واكتب ايش؟ ال سي دي ويعمل عملية ينظف الشاشة كمان مرة ال سي دي كلير. وبعدين يبدا في اللوب تبعتنا بتعمل سكاننج لايش؟ للكيباد. ضل يعمل بيعمل الكيباد في الاول شيء بيساوي صفر فيش عندنا شيء، بعدين دو كيباد كليك فانكشن تبعتها طول ما هو دو شغال، وايل نو كيباد حضله يعمل روتيشن على ايش؟ على الكيباد على الرومز والكولومز زي ما حكينا قبل شويه. تمام. فهي هان هي كيس 1 كيس 2 اللي هي 1 2 3 4 5 6 عن 9، بعدين عندنا الصفر والنجمه والستار، وكمان ايش؟ زي ما حكينا الكيس 16 اللي مش حتكون طبعا هو بيأسش نحطها الكيس 16 ولا ما نحطش. ليش؟ لانه عمليا هو كيس عمره ما هيجي الكيس هذا في الحاله انه موجود. تمام. الكيس هذا مش حيكون موجود عندنا لانه مش حيعتبر لانه ما حدش حيضغط الكبسه 16 لانه في 16 كبسه تنضغط، فمش حيلاقيها مشكله عنده لما ينفذ. تمام. بغض النظر نعمل هان بعدين ال سي دي تشار الاوت بوت بس هو 1 2 على الشاشه برنت اوت، بعدين على الكي بي. تمام. طلع كشركتر على الكي بي كهرم. تمام.
برنت كي اسكي فاليو على ال سي دي زي ما شايف بشويه. طبعا كل هذا الكلام ظل منفذ طالما عندنا الوايل شغاله. تمام، المراجعه دقيقه والتدقيق كويس عشان نفهم الموضوع بشكل جيد. بده الواحد يتبع لحاله ويفهم كل شيء لحاله مهما كان، لازم الواحد يستوعب الامور ذاتيا. يعني الحكي والشرح بلقنش 100% لازم الواحد نفسه يفكر ويتمعن في الموضوع لحد ما يفهم ويتشربه كويس. نعمل طبعا زي عاده كومبايلنج الحمد لله في الشخطاء زي ما احنا متوقع، انه اصلا البرنامج جاهز من امبارح مجهزينه قبل التسجيل. نيجي هنا على زي العاده هنلاقي عندنا 20 ميجا هرتز، بختار كنا 16. اهم شيء قلنا من اول ايش لما ناخذ 20 ايش نعمل، يكون عندنا برضه عندنا 20 ليش الاوسيليتر بس 16 زيه. تمام اوكي، بنروح عندنا هان بنروح على الديسك توب هنلاقي زي العاده تحت البيك عندنا المايكرو سي وبوت ستيبوليشن البروتاس. طبعا فتحنا احنا قبل شويه المايكرو سي، حروح على الكيبا زي العاده هنلاقي عندنا الهكس فايل تبعنا. اوكي شغلناه، نعمل هان ايش ران للسيموليشن كيباد انترفيس. اول شيء رساله بريس اكي زي ما قلنا هو غيرناها من سمول من كابيتال لسمول. دعسنا 2 طلع 2، دعسنا 0 طلع 0، 5 طلع 5، فهيك عملنا انتراكشن مع المعالج. هاي الرموز نفس الرموز 0 النجمه نجمه الضرب يعني وغيره، يعني هو عباره عن كيباد تليفون. طبعا المره الجايه عاد انتوا عاد في مشاريعكم بتعمل مثلا انترا باسورد وبقول لك باسورد از كوريكت مثلا بس. طبعا هذه الحاله هذا مطلوب يكون الكيباد اكبر، مطلوب منه كمان شو مثلا يعمل كمشروع احد المشاريع المقترحه مني انه ايش يرتب الحروف ورا بعض، مش يكتب واحد واثنين محل بعض. انا بكتب واحد مثلا اثنين بروح الواحد خمسه، لا بنكتب انا باسورد بكتب مثلا الرمز يكون اربع ارقام مثلا 1 2 3 4 او بسيط يكون، بس اهم شيء نكتبه جنب بعض ويتعرف هو باللوب اللي حيعملها جوا في البرنامج اللي بنعمله بمايكرو سي انه هذا الباسورد صحيح مثلا، كاحد الامثله المقترحه عشان تعملوها. تمام، هذه مشكله انه بتبط في لحاله البوتس عندي مش فاهم ليش، بغض النظر ممكن بده عاد انستليشن. في امر اخر بدي قبل ما نخلص بدي احكي لكم عنه بقيت، هو انه موضوع الهلب. الهلب لما نفتح هنا هنلاقي عندنا هذا المايكرو سي اللي هي الهلب تبع المايكرو سي. في عندنا انفايرمنت، مش هو الانفايرمنت المايكرو سي اوبشنز هاي مايكرو سي برو فور بيك لايبريز وهنا هاردوير لايبريز. هنلاقي عندها مجموعه بس انا هم من ضمن الاشياء المطروحه انا كنت داعس عليهم امبارح الكيباد لايبرري والال سي دي لايبرري. اي شيء بدنا اياه، اي شيء بولس وايد موديليشن لايبرري، سيريال كونكشن ار اس لايبرري، سوفت وير اي 2 سي كذا، اي حاجه بنعملها برمجه عن طريق المايكرو سي هنلاقيها المساعد كلها. افتحها على الكيباد هنلاقي بورينا كيف نعمل كيباد انترفيسنج، هتلاقي اصلا هو الانترفيسنج جاهز هان شايفينه انساين شورت كاي كي بي مثلا اللي هو ايش؟ سي ان تي اولد ستيت. هاي البرنامج شان شايفينه جاهز من هان، ممكن نستخدم اشياء منه جاهزه ونقوم باستخدامها ونشبك ايش؟ هاي شايفين كيف؟ الكيباد والبرنامج جاهز، ونستخدم كمان ايش؟ الطريقه المطوله انه يطبع لنا اكثر من شغله والكي والتايمز مطول اكثر من شغله، البرنامج هاي شايفينه كيف؟ يعني تمام؟ فهان الهلب هذه بتساعدنا كثير في المشاريع تبعتنا 100%. فعندنا هان مثلا الانترفيسنج جاي هنا مثلا كامل بناخده هو، بعدين ايش الفويد مين وزي ما هو السي ان تي وغيره وغيراته شغال على اكمل وجه. بنعمل بريك وهان طبعا انكومنت بلوك كذا اللي هو لما يكون 4 في 4 عم بيشتغل في 3، هان عندنا ايش 4 شايفين 4 في 4 عم بيشتغل في 3 زي المثال تبعنا. وهان البيك 16 اف 887 طبعا مفقود، وهي الكيباد تنفع عندنا سطرين يطلعوا كي ايش دعسنا والتايمز كم مره دعسنا 3 مرات حسب الاشياء المطلوبه. هذا بالنسبه مثلا بنعمل عندنا بروتوتايبنج هنلاقي هان شايف كي بريست فويد و110 هذا كيباد دبليو طبعا كله تمام. كيف توصيله؟ هاي انشاليزيشن كيف مثلا هتلاقي هيك جاي شكلها بتاخذها فويد كيباد انشاليزيشن كيف اعمله كولينج باخذ بس هذه تمام بس هذه هي شركة الكيباد بوت ات بورد دي كيف عرفناه مظبوط هاي تعريفه اكزامبل. بعد اندكيت موديول كونكشن هاي شايف نفس ال يعني بس احنا اهم شيء احنا غيرنا دي على البي بس كان عندنا دي على البورد غيرنا على البي في المثال تبعنا. يعني الاشياء
كثير في هيلب، كثير في مساعده في النت. يعني لازم الواحد برضه في الليبر تبع الكيباد مايكروسي برو، يعني لازم الطالب اي تي بكالوريوس يكون عنده قدره ايش تو هيلب يور سيلف اند هاو تو ايش ليرنينج باي دوينج، يعني تعلم انت لحالك، علم حالك اثناء شغلك يعني، وتطور نفسك لحالك. هذا بالنسبه مثلا ايش لا ال ال الهاردوير قلنا اللايبريز تبعتنا. هان نيجي على مثلا على ال سي دي، ال سي دي هاي تمام، هاي نقول الفانكشن كيف استخدامها. مثلا ال سي دي هاي مجان لايبريز روتينز اللي هي ال سي دي مثلا انيشاليزيشن، كيف هاي شكله، كيف الاكزامبل كيف نعملها، ال سي دي انيج بس انيشاليزيشن ال سي دي كيف استخدامه. هان مثلا ال سي دي بوت شار اكتب على الشاشه كيف، ال سي دي اوت سي بي هير يعني كيف، وكل فانكشن ديسكريبشن تبعه موجود كيف استخدمه تمام. الهيلب مفيد جدا جدا، ويفضل ان الواحد يكون عارف كيف يعمله. الكونكشنز حتكون كيف تعملها، كونكشنز موجوده تحتها اللي هي ال سي دي كونكشنز موجوده ست بت كذا 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 تمام. هي كيف نعمل كونكشنز من هان ال سي دي كونكشنز، ومثال كامل على الموضوع. هاي مايكرو الكترونيكا مش عارف شو، مثال جاي جاهز يعني على المواضيع هذه. ف هاي الرسمة وكل شيء موجود. فيفضل يعني، وأنا بقترع عليكم جميعا يعني يا شباب يا جماعة، إنكم تطوروا حالكم في المجال هذا عشان تعملوا مشاريع بتفرح. العهد 30 علامة من العملي، فأنا بدي شيء إنه عن جد أحط 30 علامة وأنا مبسوط، مش أحطهم قاعد يعني 25 20 وأنا قاعد بتلوى، لا بدي شيء يكون مزبط تمام. ففكروا في مشاريع كويسة من طرفكم، وأنا حطرح بعض الاقتراحات من عندي حطها على خلال الفترة الجاية على الموقع على المودل. وطبعا التسليم بعد الامتحانات النهائيه، ما تخافوش يعني ماكو وقت تشتغل شغل مظبط تمام. يعطيكم الف عافيه وبارك الله فيكم جميعا، وان شاء الله نراكم على كل خير وبالف صحه وعافيه، وان شاء الله يعني تكونوا دائما موفقين وبصحه جيده وبخير وسلامه وبصحه جيده ان شاء الله رب العالمين. نراكم. وإن شاء الله على خير. السلام عليكم.